مزيان. انتي يلي تسمع فينا جبنا لكم دبارة بنينة في وسطها حكاية وتشنشينة. ما لفاش تستنى وعدل الموجة مع نور واللي كرونيكور كل يوم من الاثنين للجمعة من ماضي 3 للخمسة على الحياة فام. رمضان على الحياة فام بنا أخرى. يا مرحبا بالناس كلي مع عبد الموجة علينا وين ما كنتوا برانشي وتسمعوا فينا على 93.3 هكا نجيكم في بنة رمضان ولكن بكل حب الحقيقة نقولكم راهو اليوم آخر موعد لبنة رمضان. رافقناكم طيلة شهر رمضان في نفس التوقيت دائما من مثلا حتى للخمسة سويعتين تكون فيهم الدبارة تكون فيهم الحكاية يكون فيهم الربح وتكون فيهم التشنشينة كل حاجه حلوه هو يجي وقت وتوفى مالوغوزمون ولكن ما يسالش هكا باش ديما نقعدوا عزيز على قلوبكم وديما نهلوا ان شاء الله هكا مريره في العام عليكم بالبرمجه الحلوه هذه ان شاء الله يا ربي تكون نالت اعجابكم. الوغ بالمناسبه هذه نحب نحيي توكال الحقيقه وتو نو سبونسور الكل اللي امنونا الحصه بالنسبه لبنت رمضان وطيله شهر رمضان المعظم. ان غو ميرسي لي توكال اللي ديما ديما فرحانه بينا وديما معانا. توكال ودتنا باللي برودوي البنينه ودتنا بالطماطم البنينه باللي برودوي اللي ما فيهمش مصبرات باللي برودوي الصحيه وحنا بما ان اذا صحه ديما نحبوا نودوكم بالحاجات الصحيه ايضا. ان غو ميرسي لفريكي جي اس ام اللي ديما يودكم باللي كادو دائما لفريكي جي اس ام موجود تلقاوه في شارع الجمهوريه بيان سور باللي برودوي الكل تو سكي تابليت فابليت دي اكسسوار احنا زاد نودوكم بهم سينو تنجمو تلقاو بيان سور الكادو بارفي كادو العيد عند الفريقي جي اس ام ايضا زاد بارا فارماسي رين اللي ديما تودكم بالكادوات وباللي برودوي لي زارتيكل مامون لي زارتيكل بيبي تلقاوهم عندنا وشكر كبير ايضا لي بارفيمري الحليوي بارفيمري حليوي فراغرانس اللي ديما تعطيكم هالباكي المزيان بالنسبه للناس اللي قاعدين يشوفوا فينا فيا فيسبوك معبي باللي زارتيكل الكل هكا احنا الفاسون تاعنا فاسون الحياة فهم باش تمشي لكم وين ما كنتوا هكا تسمعوا فينا في الشارع القيرواني وتهديكم هالباك الحلو هذايا كل يوم معانا بيان سور اللي فيه برشا دي زارتيكل كيما قلنا ديدي بور لي فام هذه طريقه الحياه فهم باش تهديكم حق الملح. سينون اكيب كامله دائما معاكم ومرافقتكم طيلة شهر رمضان المعظم. تحيه كبيره لزميلنا احمد المخلوفي كوتي اخراج صوتي وتقني سينون عن زميلتنا عبير وسهيل اليوم في الاخراج الفيزيوال وايضا معكم نور البيجي من قدام الميكرو مانيش وحدي والحمد لله معايا حمزه بالشيخ. مرحبا يا حمزه. عسلامه عسلامه. مرحبا مرحبا. نهار فضيل نهار اليوم مش نختموا به احلى ايميسيون بالحق. فقرات مزيانه تعدات متنوعه فيها برشا بالحق فقرات اللي يدخلوا ان شاء الله نكونوا دخلنا الفرحه بليتو السرور لديار الناس بكامل سبونسوراتنا بكامل ستافنا المزيان هذا الكل اللي يقدم لكم البرنامج الحلو هذا على طيله شهر رمضان. اليوم ماهوش كيما باقي او سير الايامات، اليوم عندنا فقرات متنوعه زادة ومزيانه، ان شاء الله تنال اعجابكم، خليكم برونشي معانا، برشا جو يستنى فيكم، مع صلاح، مع حمزه، مع الشيف امين، مع الناس الكل، خليكم ديما برونشي، كاو. الوغ والله انا شوف عرفتك اللي كيما الحاجه العزيزه عليك اللي باش تخلي بلاصتها. منش مصدقة اللي غيالمون بدي وفينا بدينا رمضان وفينا والله غيالمون بنة رمضان ان الرا في العيد غدوة نور صحيح غدوة بالحق الرا فيه غدوة العيد مازلنا صاحبين اشتغلت اما فوالا بنة رمضان
اليوم هكا باش يكون اخر باش يكون سنتيمونتال شويه هذول خاطر هكا برشا عبيد استنست بينا استنسنا بال برشا عبيد فما علاقه حلوه برشا برشا تبنات في بنت رمضان الو مرحبا بك حمزه ولكن اللي متاكده منه انت رمضان غير رمضان الافطار سيمون انت ديما بلاصتك موجوده بس موجوده معاكم وهذا شرف وهذا شرف كبير ليلي ونتعلم منكم سيدي مرحبا بك وان شاء الله دائما بلاصتك موجوده الصراحه اللي الحقيقه زادنا اضافه جميله وجميله جدا في شهر رمضان واكتشف هي برشا برشا صراحه مرحبا ده انا بعد كده احترف الدوري الاوروبي بقى طالما انا بيت اكتشاف طلع مع محمد صلاح بلدياتي مساء الفل عليك يا نور مساء الفل يا حمزه شكرا لنا النهارده وكل الساده المستمعين اذاعه الحياه اللي بيسمعونا على 90.3 والله الواحد مش عارف يقول ايه يعني يقول يعني يا رمضان يعني هي الايام الجميله والايام اللي فيها في حد دايما بتبقى قصيره بس يعني اتمنى ان احنا نكون يعني قدمنا اضافه جديده ودخلنا البهجه والفرحه والسعاده في بيوت الناس كلها والناس اللي بيسمعونا وان شاء الله الناس تتفاعل معنا اكثر ويقدموا لنا كمان مقترحات اكثر لان الاذاعه دي مش اذاعه احنا وبس لا اذاعه الناس كلها بتاعه الناس ملك الناس بتدخل في بيوت الناس كلها اي حد عنده اقتراح اي حد عنده اضافه نقدر نقدمها مفيش مشكله احنا تحت امر الجميع وعاوز اقول في رمضان يعني عاوز اقول كلمه وداع كده على رمضان بقول مساء الوداع مساء الوداع لشهر بات يلملم الحقائب بكت العيون على الفراق قد كان ضيفا حلا بعد اشتياق ضيفا كريما في العطاء ضيفا عزيزا طيب الأعراق ضيفا مليء بفضائل الأخلاق يا رمضان يا رمضان اقترب موعد الرحيل بالأمس كنا نقول رمضان أهلا والآن نقول رمضان مهلا أسرع خطاك يا ما يا رمضان ما أسرع خطاك تأتي على شوق وتمضي على عجل قبل انتهاء رمضان رجوت من الله ثلاثة ألا يجعل سعادتي بيد مخلوق وألا يريني في أحبتي وأهلي سوء ومكروه وأن يعيد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ولا يحرمنا أجره ويغفر لنا فيه ويعتق رقابنا من النار يا رمضان قد كنت ضيفا عزيزا كل عام وأنتم بخير ويجعل رمضان رمضان البركة والخير على الجميع ونستقبل العيد بقى بالفرحة وطبعا في العيد كده إن شاء الله هنوعدكم بمفاجآت كتير يعني ندخل عيد ما حصلش العيد في اذاعه الحياه مش زي اي عيد وان شاء الله كل سنه وانتم طيبين يعطيك صحه صلاح وان شاء الله هكا الناس كل بخير احنا رافقناكم في رمضان وان شاء الله زاد باش نرافقكم في البرمجه خاصه في العيد اكيد اللي اضاف كان كالسوريز على الجاتو يعني بالضبط هي هو كان ليه بالحاجات الحلوه والمالحه على محاله وكان كيسوريز على الجاتو اكيد شيف امين اللي ابدع في لي غوسيت على طيله شهر رمضان مرحبا يا شيف امين يا مرحبا يا مساء الانوار شهر تخلى خرج دايم ربي ان شاء الله كنا خفف روح عليكم ان شاء الله خذيتوا منا الفايده ان شاء الله معنا نفعناكم باللي غوسيت المالحين والحلوين إن شاء الله هكا بدلنا الجو ودخلنا هكا في وسط الديار في وسط العائلات إن شاء الله نتقابلوا العام الجاي تعبتنا إن شاء الله نتقابلوا العام الجاي سينو فما سوربريز هي إن شاء الله حب نصدم نور أنا على المباشرة باش تفجعها هي تقول أنا متعدد هكا الاختصاصات متعدد المجالات تنجم تلقاني في المالح والحلو كما تنجم تلقاني في العنايه بالبشره كما تنجم تلقاني في توسكي ميك اب توسكي بارفان توسكي بوتي صح بالنسبه للناس اي فرصه هي خلينا نعملوا ليان بالنسبه للناس اللي مازالت ما لقتش اللقطه يعني انت وراء بارفيمري حليوي فراغرانس انا جيرون تاع السوسيتي فوالا جيرون سوسيتي حليوي فراغرانس الوغ وبما انه يعني السوسيتي عندها تبارك الله من عام 85 الوغ بريسك تولدت في الدومين تولدت في الدومين اما معناها السبيسياليتي دو باز نتاعي كانت التوسكي ريستوراسيون خذيت الباك كما اي مواطن تونسي مشيت قريت
معناها توسكي اوتولوري يعمل سبيسياليتي كويزين بطبيعه معناها باش عباد ما يقولوش هذا جاينا من صح والله قريت هذا السنين بعد الباك هي هي معناها كانت بار فولونتي معناها الحاجه الكوجينه والتطيب والخدمة في الاوتولوري والريستوراسيون راهي حاجة صعيبة أكيد طبعا ده علم لا علم علم وفن طبعا تسحق تسحق برشا جهد فهمتني موصلت اقتنعت بها وتسمى معناها حرقت مش حرقت ليزيتاب معناها سرعت في ليزيتاب إلا ما قريت أكيد كما جاش القراية معناها الإنسان بالحق ما يقعد برشا باش يعمل هي 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 شايف الموهبة في الحاجة معينة يعني بتدل إنك متميز في إطار معين صحيح. لكن اللي بينمي الموهبة عندك بقى اللي هو التعليم والقراية فيها عشان صحيح. تكون فعلا أنت متفرد ومتخصص فيها تمرين بالضبط لا لا فعلا والله يا شيف انت ابدعت معانا في بالضبط اكلنا من ايدك بقى اكلنا ومن بعد كهو كملت القرايه بطبيعه قعدت نخدم وميم طون قعدت نعمل هكا في دي فورماسيون على تو سكي برودوي دو بوتي معناها كل لي سوان وكل كوزميتيك وكل ورجعت الى القيروان العزيزه كجيران بارفوميري معناها السوسيتي كل وميم طون انا ما زلت معناها بالتيتر الاخر هذا هو راهو محلل الانسان كيبدا بوليفالون راهو يفهم في كل شيء في برشا حاجات مش في كل شيء المحل في برشا حاجات ويعملهم افيك افيك امور الوغ مره اخرى احنا ساعه كون ميرسي لي لحليم فراغرانس اللي تودنا ديما بالكادوات هذه الحلوه وانت بالنسبه لل للشيف امين كاسكيت تاع شيف امين اليوم شكون اخر ريسيت اخر ريسيت سيقنا سيقنا يفتكر البرنامج رشي ميه قدام المحل سيقنا الموضوع الموضوع والبرنامج تخبي على بعدك والله نشمو سامحني باش نقص عليك راه فما ليون كبير بين البوتي وبين الجاسترونومي معنا نجمو ناخذو احنا راهي نحس انا الجاسترونومي نحن نحكيو في حاجة هكا ارتستيك بكلها فن يعني الماكلة فن والبوتي فن وكل حاجة حلوة هي فن نجمو ناخذو فما مثلا نجمو ناخذو باغ اكزومبل الكاكاو باغ اكزومبل هو معناها عنصر ينتمي للكوجينة نقولوا احنا باغ كونتر هو معناها عنده ليزيفي في البوتي أكثر من الجاسترونومي معناها ناخذو كوم إليمون ذاك كوم اكزومبل صح 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 وفما برشا حاجات معناها اللي غيالمون هو كي نغزلوا عن كثب شويه نلقاو اللي غيالمون لي زانغريديون اللي ناخذوهم من الكوجينا هما اللي نستعملوهم للبوتي خاصه في لي ماسك كابيلير ولا حتى في الـ في الشعر الوغ هذا موضوع اخر اكيد نلقاو الوقت الكل باش نحكيو فيه سينو الحقيقه ليكيب تلمت وهذه هي بنت رمضان في موعدها الاخير يلح بعد شوية مزيدوا تستنوا العديد من الفقرات ولكن تطويت مكملين معكم بالموسيقى ورشوية نعم نشر دقيقة بعد الأربعة مرحبا من الناس كل ما عدل الموجة علينا احنا مزينا متواصلين معكم ودائما لقيت هذية نعطي فيه غسات منين كيما غسات تكال غسات تكال غسات تكال بما أننا قادمين هكا على الأفراح والأعياد والمناسبات السعيدة وإن شاء الله يا ربي هكا يتمم فرحنا بخير ألوغ العيد معروف عليه الحلويات والحاجة الحلوة ألوغ اليوم سبيسيالمون باش نعملو الحلو جزء مراعاة الساعة للجماعة اللي ما عادش تصنف الساعة في رمضان كهو الوقيتة دي تحسها طولت رمضان تتبدل النهاري ما سميسها طول اللي عنده عقاب يكمل فيه تحس زي عندك البريك يختفي اختفاء معناه مفاجئ الشربه لا سامحني عندك خيتير الشربه هذيك اللي عندها على الاقل نهارين ثلاثه هذه اللي تي قاعده تلم في الشربه اللي عندها نهارين ثلاثه هلا الصحن نتاع الحاجه الوحيده اللي ما تقطعش هو الصحن الفاريونت الشطر قارصه والطرف الملح هذوك داخلين الفريجيدير خارجين من الفريجيدير هذوك شوي شوف البناوين البنه كي تمشي تنقص انا اليوم عندي لك ديفي كولوا اليوم صحال هذيك ما ترجعوش للفريجيدير الوغ مراعاة للناس واغلبية الناس اللي قاعدة سي بون فشلت من التطيب اليوم سيدي ريحناكم من التطيب عارفين اللي انتوما
اغلبيه العباد فما باش تسخن الماكله نتاع البارح، وهذاك اللي لازم يتعمل لراوي جماعه، هذاك اللي لازم يتعمل ديجا خاطر توا البارح سخنا كسكسي ليت 27 البارح صحيت فوالا اكزاكتوم خاطر والله مش بنين وهكا وكذا، قلت لهم يا قلت لهم يا علاش هكا باش تلوح كل شيء هيا نسخنوه فهمتني والله وجيت طلع ابن شفت شويه سبيد شويه سبيد هكا فوقه فهمتني وكل الحمص وزدنا عاد توا وقت الفول عاد شويه فول وكذا تولي في اضافات هذا اللي نقولوها احنا هذا اللي يعني لي بلا تحسهم ديجا غوسيكلاج نتاع لي بلا وقت ويكونوا فيهم هكا حاجات موديفي الو مراعاه لي هذا كله والظروف هذه كل باش نعمل جوست اكله او حاجه حلوه خفيفه تنجموا تعملوها خاطر ديما نحبوا الحاجات الحلوه هكا ولا شوف مين اكيد مما لا شك فيه توا عاد عيدي وسنين دائما أيوة. احنا باش نبداو نحطوا ايه ربي يلطف بينا بس يا سياده المفتي يا سياده المفتي اهدى شوي احنا نتشابط في رضا ربنا قال الرجل بالزين بالزين قال عيدي سمعت عيدي قلت سيد موكه هو معناه قاعدين نمسمسوا شيخ يهديك تقلش عليه يصلح رايك والله ايوه كان نعملوا هكا نعطيو دي بروبوزيسيون تاع دي روسيت هكا قولوا احنا خفيف نظاف ما يشدوش برشا وقت ما يقلقوناش في الكوجينه ومن طون يكونوا صحيين شويه ونبعدوا على الحلو اللي طلع الديابيت واللي يضر واللي يعمل برشا حاجات دونك اول حاجه اول استوس معناها باش نعطيوها في عوض ان نعملوا الحلو نتاعنا بالسكر العادي السكر الابيض فما معناها دي كومبليمون اليمونتير كيما الكانديز لي سكر معناها ليكيد دكا معناها الكومبوزيسيون تاع السكر مش كيما معناها السكر العادي تسمى ملي فاهمين تاع السكروز واللي سكر الاخرين فما اللي تابعين الجلوكوز فما تابعين معناها فما دي فاهمين اخرين دونك احنا اول حاجه نعوضوا السكر الابيض نتاعنا بالسكر بران السكر بران موجود تولا في لي جروس موجود عند الزرعيه السكر الاسمر فما يتسمى زادة السكر دوكان هذه اول حاجه ماذا بينا نستعملوها باش نقصوا احنا من الكونسوماسيون تاع السكر في حياتنا لانه السكر البران يعطي حلاوه اكثر من السكر الابيض ومن طون اقل معناها كالوري اي ايفيكتيفمون كالوري واقل مضره للبدن تري بيان دونك احنا قلنا خلينا نعملوا بسكوي اليوم باش نعملوا بالسكر البران باش نعملو بسكوي بالنسبة للإنجريديون متاعنا باش نسحقو 100 غرام زبدة باش نسحقو 60 غرام سكر اللي هو سكر بران ولا سكر دوكان ولا انتو شنو تلقى في الجران سيرفاس باش نسحقو 150 غرام فارينة باش نسحقو شطر مغرفة قهوة خميرة كيميائية لوفير شيميك باش نسحقو مغرفة كبيرة حليب وعليهم 50 غرام معجون بتبيع معجون تيكال بنين انا باش نعملو معجون الكرموس دونك بالنسبة للبريباراسيون متاعنا باش ناخذو كالزبدة متاعنا ونخلطوها مع السكر ناخذو فرشيطة ناخذو فوي ناخذو حاجة نحاولو ندخلو كالسكر في وسط الزبدة متاعنا دونك من بعد هذي نزيدو الفارينة والخميرة مع بعضهم بتبيع الغربال هذيك من صغناه وش عليه في الخدمة بتاعنا دونك هذي الكل مع بعضهم خلطوه نتولي عنك البريباراسيون كأوموجين شوية تبدأ سوفر ممتع كوكيز وديما أنا نقوله احنا العجينة متاع البسكوي ولا متاع البات بريزي متاع التارت ولا متاع السابلي ديما نلموها لمين عمرنا ما نعجنوها خضر إذا نعجنوها تتحرق وتتكسر داكا دونك ناخذوا من العجينه نتاعنا نعملوا كعبرات هكا مزيانين نتاع كعبات بسكوي باش نحطوهم في الصحن باش نزينوهم ناخذوا كعبرات ناخذوا بطبيعه البلاتو اللي باش ندخلوه للفور نحطوا بابيي معناه كويسون ونعملوا شويه الزبده بطبيعه كالعاده دونك ناخذوا معناها لي بوليت نتاع البسكوي نحلوهم على البلاتو هذاك نحاولوا نحلوهم معنا بصوابعنا بشوية بشوية نبدأ ننزلوا من الوسط حتى كشلي نخرجوا بها معنا فرغوا من الوسط حتى كشلي نخرجوا بها نحطوا مغرفة صغرونة متاع معجون فيها وندخلوها للفور تيب بالضبط من 10 إلى 15 دقيقة انت والفور متاعك بالطبيعة من فوق ومن اللوطة تحطوا على 180 درجة دونك هذه الروسيت الخفيفة نظيفة الأولى الروسيت الثانية مش نعملوا سابلي
بالطبيعة أين سي ديجا في السابلي عملت السابلي ما في قروين ما في السابلي وي السابلي ولا غريبة من الحاجات نيسيسيغ تحسهم نتاع العيد السابلي ولا غريبة هذيك أول نسميه كوكتيل بيان فينو يخشموك بيه في أي دار دونك باش ناخذوا نشوف الغوسيت نتاعي كي الغوسيت نتاعك هو ريتهم اللي بات كل واحد والاجتهاد نتاعو انا ديما نعطي حاجه ستاندر باش نقلل زيرو ريسك معناها نجم يكون اي حد في الدار يعمل يعني نجم انا نجتهد نعطيك نقول لك مثلا نحط انا جلوكوز في عضو السكر وبار كونتر كي تخدم انت الجلوكوز لازم تطلع له في التمبيراتور سي فزت الدنيا الكل فهمتني ديما نحاول نعطي حاجه ستاندر كدي هي السابلي راهم اللي فاهمين بتاع البات بريزي معنا اريد تذكرك الروسيت بتاع التارت ولا التارتليت اللي عملناها احنا كل مرة هي بلا نفس الروسيت جوست تتنحى الزبدة وكال واضح واضح وفما اللي يحط فيه الزبدة الحقيقة كل واحد وكيفيش معنا الروسيت اللي مشي بها دونك سيدي بات سابلي فيت في ما غير ما نطوله 250 غرام فارينة عليهم عظمة عليهم 90 غرام سكر بران ديما نحاول معنا نبعدوا على السكر الأبيض مش نستحقوا عليهم 120 غرام زبدة شوية ملح هكا قرصة ملح بانسيت سير إفكتيفمون هذه البات متاعنا ناخذوا الفارينة نخلطوها بالملح ونخلطوا السكر مع بعضهم دونك الزبده نتاعنا نحاول نقصوها دي مورسو صغار وندخلوها في وسط البريباراسيون هذيك مع لموها رانا ما نعجنوهاش لموها دون فاسون تولي عندي الزبده والفرينه داخله في بعضها ككعبه العظم هذيك باش نلمو بها البريباراسيون خلطوا كعبه العظم في الاخر لمو بها البريباراسيون نتاعنا هذه بات سابلي سابلي ما يسحقش برشا زاد وقت يتيب من 10 ل 15 دقيقه نعملو في لي فورم معناها الفورمات نتاعنا نعملو الدويره الاطوال النجمة الوردة التقليدي نتاعنا شيخ الاجواء ونحطو بطبيعه معجون توكال اللي يحب معناها تكون كونسيستانت ايبيس يحط مغرفه معجون طول اشترى مغرفه فريز على فكره اي تنجم تحط فريز تحط علي انت واللي يحب هكا تكون ليجير شويه بطبيعه على مثلا ناخذو شتر ولا ناخذو حكه كامله معجون عليها كيس ماء كبير تولي عندك كونسيستانت معناها اقل كونسنتراسيون اقل كونسنتراسيون معناها تبدا كالكناباج كيما اللي يخدموا الباتيسري طول كلاساج واضح هذوما هكا كيلكو زاستيوس هكا حابين نعملوا خاتيك للعيد فيت في فوالا اللي ما يحبش يشري مثلا حاجات من برا كلها انه يلقى يعمل حاجات في الدار وبطبيعة كيما متفاهمين احنا من اول حلقة تجبدوك الكرني هذيك تتلقى فيه خيرات وي على قليلة تعمل تنجم احنا عملنا تو فوق ال 25 فوق ال 25 تو مثلا تنجم تحط الكنافة اللي عملناها البارح تنجم تحط لي تارتليت تنجم تحط من اللي فاهمين نتاع التشيز كيك تعمل طاوله ما شاء الله بارك الله صح 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 خاصه ليله العيد والا حتى نهار العيد حاجات نخرجوا حتى من البوكس من التقليدي من العادي نجموا نعملوا كيلكو حاجات تقليديه وحاجات بيان سور في المودرن اللي قاعدين هكا نشوفوا فيهم الو يعطيك الصحه الشيف شكرا شكرا يعطيك الصحه الحقيقه هذه موسعه على كل الريسيت اللي جبتهم لنا في رمضان السنة وعلى الحاجات الحلوة اللي متعتنا بيهم وفي لي روسيت توكال ما بين المالح وما بين الحلوة روسيت توكال روسيت توكال شوف احنا نراو البصمة نتاعنا اللي تميزنا و يعني تخلينا اونيك وسبيسيال هو انه موسيقتنا تكون نابعه من الاستوديو فرحتنا نحب نوصلوا هيكم مين ما كنتوا قاعدين تسمعوا فينا نحب وهكا نوصل لكم سيدي الجو نتاعنا للكوجينه لكرهبكم لدياركم للبوتيك نتاعكم للحوانت وين ما كنتوا قاعدين تسمعوا فينا نحب نوصل لكم بنت رمضان وجو رمضان شو محضر لنا حمزه والله هي الحمزه هي برشا حضر اسمع شيخة ان شاء الله تنال اعجابكم ان شاء الله يا رب تفاعلوا معانا تعملوا جو معانا مع الاغنيه هذه بتعرفي في شكل موال بعد موال نعمل شويه امبيونس صغرونا ببانديتو تري بيان يلا سيت كل القلوب الى الحبيب Me
راح خذ لي خذ لي فوالا ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صلى جارت الأشواق يا حبابي جارت الأشواق يا حبابي جارت الأشواق من حب زيدي قلبي مشتاق يا حبابي. انا تفاجات اليوم امين بجنبي نعرف حياتي بكل امين معناها شفت ويش الموهبه هذه موهبه اه كيف بكري حكينا على الماكله والبرفيومري وكل شيء فهمت شو شي اللي يغني اخويا معانا اخويا تمام يا سيدي يعطيك صحة واللي رافقنا هكا بالاجواء هذه صلاح زاد نسينا صلاح في الاغاني برافو
حبيبي الله يبارك يا سيدي يعطيكم صحة. مازلنا متواصلين برشا شوية, نعاود نذكر كينكم هكا متعدين من شارع الإذاعة, تعرفوا الشارع اللي نحكيو عليه أكيد تلقونا موجودين, ودائما كينكم سواق تاكسي ما تنساوش تعدلوا الموجة عاد 90-3 هكا تنجموا تربحوا كادو من إهداء بارفيمري الحليوي فراغرانس. يلا برشا شوية أيضا زادة نتلقاو معكم في موعد إخباري من موجز الأخبار, يقدموا زملائنا من قسم الأخبار وإحنا مكملين معكم حتى الخمسة إن شاء الله. نولي من احنا معكم نخرجوا دائما في بوان اكستيريور ونحاولوا انه نقربوا لكم, نقربوا للتاكسي الكل ونحاولوا نعطيكم كادو مزيان من اهدي بارفيمري الحليوي الحليوي فراغرانس اللي ديما تودكم بالكادوات المزيانه وبالحاجات المزيانه الكل. يلا تعودوا بينا تيل توا بريسك خمسة أيام نخرجوا شارع القيرواني مع الكيب والصلاح وأنسو شاكر يذول يا جماعة عنا ليهم إيماج واضحة وصلوا سي للشارع تراها سيدي نشوف عسلمة يا صلاح. هيا نور يا مساء الفل. أهلا وسهلا أنسو شاكر كالعادة أوت ونزلنا الشارع نشوف أجواء العيد وأجواء الناس والفرحة. اها تمام الصوت كويس كده, نحاول قرب شويه للميكروفون باش نسمع اسمه. كنا اي تاكسي وكنا اي تاكسي كده يا جماعه علشان زي ما بنقول لك كده يعني الاجواء العيد قاعده نشوف الطقس ساعه محليه وكل والشارع مزيان قروينا نضيفه اليوم بالقديه. اه يا سيدي جيتوا عند صلاح في التاكسي. لا لا انا صوتي منور في الراديو, ممكن تنقصنا الصوت شويه؟ اخبارك التزايد موجودة. رمضان كريم وكل سنة وانت طيب. وانت طيب اخوي, عرفنا بنفسك كده. جلال اهلا وسهلا يا جلال, خليك عايز متزوج طبعا ربنا يبارك لك. قديش عنده متزوج؟ قد متجوز عندك قد ايه؟ 20 سنة. الله مصلي على النبي. كم عمر اولادك؟ العام الجاي عندي بار وعندي 13 سنة. تبارك الله. ما شاء الله ربنا يبارك لك فيهم. واحنا دلوقتي وصلنا ساعة الحياة جايين نفرح بيك ونفرح معاك ونقول لك كل سنة وانت طيب ونقول لك رمضان مش رمضان خلاص يعني لا يبقى الا الله. تحب تقول ايه في وداع رمضان كده؟ والله احنا ديما متعلقين برمضان صح, ويأسفنا انه يخرج على بكري وما حسيناش فيه. احنا رمضان خلاص ما حسيناش فيه صراحة, حسيناش بيه. هي الايام الحلوه كده بتبقى الفرحه فيها وبتعدي بسرعه. صح, بتتعدى بسرعه وان شاء الله يدوم علينا ربي وان شاء الله نعيش ونفهموه وان شاء الله ربي يكتبنا من الصايمين مش هنسيد النبي. كان ربنا يبارك لك يا رب. كان رمضان بالنسبه لك كان يعني كان شغله بس ولا كنت مثلا بتيجي اخر النهار تروح البيت تساعد المدام في الاكل والطاوله؟ لا لابد منها. ما احنا جايين مخصوص نفرح بيك ونفرح بكل ست عظيمه. والله هي الايام الطيبه السبع. بنروح انا العشيه الفجر هي تروح تدخل لك في تنزيل بنروح حالا تخدم الدنيا الكل نحضر الطاوله نحضر كل شيء. ايه صحيح جينا ما نروح بها ونطلب منها الماضي اكيد ونحضر الرسول هو خيركم يشتري ملابس العيد الصغار ولا لسه؟ شويه شويه ده صلاح مش الكل ما نقدرش عليها بالكل الصراحه. ما حدش ان شاء الله ربنا والحمد بس ربنا بيرجع البركه كده حاجه يعني ما شاء الله. احنا ما نعطلكش وعشان وقتك نفرح معاك كده ونقدم لك كادو او هديه مزيانه كده بمناسبه حق الملح من برفيوم الحلوي. ده الكلام اهداء مدينه الحياه ورجع لنا كده كلمه والسنه طيبه كده ل على صوت الكل الله يبارك لك والله ربي يخليك ليا وربي يفضلك ليا وان شاء الله عيدكم مبروك الكل الشعب التونسي الكل وشعب الاسلام الكل والمسلمين الكل ان شاء الله عيدنا مبروك وان شاء الله كل عام واحنا خيرين خير. يعطيكم الصحة. تشرفنا بيك وكل سنة وانت طيب يا رب وعيد سعيد عليك وكل عام وانتم طيبين بخير وكل سنة وانت طيب. حبيبي تسلم. الله يسلمك.
يعطيك الصحة سيدي، إن شاء الله عيدك مبروك، وإن شاء الله هكا رمضانك أحلى كان، وإن شاء الله هكا في الأيام الأخيرة تاكل وتصوم وتفطر بالصحة يا ربي أنت والناس الكل. شنو يظهر لي هكا وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. شكر كبير للزملاء، شكر كبير للزملاء اللي قاعدين مازال نشوفوا فيهم هكا في اللايف. مازالش خويا خليونا هكا كنقول يمكن يسمعوا فينا زلا، خلينا الفيو المزينه هكا كنشوفوها على القليلة، الفيو الحلوه نتاع قروان الحقيقه، حتى كان يسمع فينا الشكل الحقيقه فيو جميله جدا، فيو مزيانه برشا برشا. هكا نختموا عليها حلقتنا لليوم ونختموا عليها بنت رمضان. شكر كبير للناس الكل اللي كنتوا معنا، ان غون ميرسي لي سبونسور نتاعنا توكال، ان غون ميرسي ايضا لكل من ساهم في انجاح الميسيون نتاعنا، لي سبونسور تريكي جي اس ام، بارفيومري الحليوي، بارافارماسي سيرين، وكل من ساهم في انجاح هالميسيون هذه من قريب او من بعيد. ايضا شكر كبير للكرونيكور الكل، كنت حمزه بالشيخ الامين اللي دائما معنا، الصلاح للكيب تكنيك الكل، زميلنا احمد جفار، زميلنا سهيل، زميلتنا انس، زميلنا شاكر، كل الزملاء اللي ساهموا في انجاح البرمجة. احنا ان شاء الله هكا نتلقاو معاكم في ساعة سعيدة. ساعة ما نجمش ما خليش الكلمة للزملاء. حمزة يعطيك الصحة. عايشك نور. مرة أخرى نحب نشكركم أنتم بالحق، ونشكر التقنيين اللي بالحق وقفوا معنا في إنجاح هذا البرنامج الممتاز. نشكر الناس الكل اللي على رأسهم أنت نور زادة، نشكرك أمين، نشكر بالحق العباد اللي ساهمت بصغيرة وكبيرة حتى بكلمة تليفون، صح فهمتني، باش نجحت هالفينومين هذا الحلول مزيان. ونقول لكم إن شاء الله نتقابلوا في سيزون مخير قدرة ربي، وإن شاء الله عيدكم مبروك من هنا، وربي يحييكم الأمثال وشهية طيبة. يعطيك الصحة حمزة، شاف أمين هكا يظلي شنو مادة، وشاف أمين يعطيك الصحة. يعيشك بالحق صح صح صح، كانت أول تجربة. ميرسي بوكو، ان شاء الله رمضانكم مبروك، ان شاء الله يا ربي عيدنا مبروك، ان شاء الله ربي يكتبنا من العتقاء من النار، وربي يغفرنا سامحنا، وربي يتقبل منا ان شاء الله. امين يا ربي. شكر خاص وشكر سبيسيال كبير برشا برشا المدام شهله بالقاسم الحقيقه على هالنحاس، بلي يعطينا تصوير النحاس لاخر هكا، ما نزيدش نقربوه حتى احنا للتصويره. النحاس نتاعنا الاحمر، النحاس نتاعنا المطروق، النحاس نتاعنا المزيان. الوغ شكر كبير مره اخرى مدام شهره بالقاسم، تلقاو لي زارتيكل نتاعها الكل في القريه الحرفيه ببروته، واللي ساهمت بيان سور في الديكوراسيون المزيانه هذه. يلا كنت معكم نور البيجي، ان شاء الله نتلقاو في برمجه بقدره ربي، باش تكون سبيسيال برشا بحضوركم اكيد. نهار العيد من مصلحتين حتى للسته باش تكون نهار سبيسيال ان شاء الله، باش نتلقاو معكم في مختلف النقاط. ما بقى لي كان باش نقول لكم يلا تصوموا بالصحة، تفطروا بالصحة، وشيء طيب الناس كلها مزيان. انتي يلي تسمع فينا جبنا لكم دبارة بنينة في وسطها حكاية وتشنشينة، ما لفاش تستنى وعدل الموجة مع نور واللي كرونيكور كل يوم من الاثنين للجمعة من ماضي 3 للخمسة على الحياة فام. رمضان على الحياة فام بنا أخرى.